السلام عليكم مشاهدين قناة هميزات السوق، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد أو بوتيك جديد. كيف العادة كنتسراو الأسواق وكنقلبوا على لي بوتيك اللي مديرين أجود العروض والموديلات خاصهم يكونوا آخر ما كاين في السوق. اليوم حطينا الرحال بدون موضة اللي كاينة منطقة الدار البيضاء بالضبط في البرلونسي، محل فيه ما يتشاف والسولد يا سلام. في هاد الفيديو غادي نتعرفوا على البيجاما السولد فيها ديالها، والجزء الثاني غنتعرفوا على جلابة والسولد ديالها في الفيديو غتلقاو في القناة. ما تبخلوش علينا باش نزيدو نقدموا لكم العروض، وباش دائما يوصلكم اخر ما كاين في السوق والعروض اللي كاينه، يكفي انكم تشاركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك ووضع لايك الى عجبك الفيديو، وخليكم معنا. مرحبا بكم. السلام عليكم، مرحبا بكم عند دونا موضة. ديما معنا الجديد وديما اثمنه مناسبه، ديما السولد. كاينين بيجامات، سيرفيطات، جلابات. غنبداو بالبيجامه ديال 70 درهم. عندنا البيجامات ديال 70 درهم، فيهم لي طاي وفيهم اللوان. كاينه اللي مقبوطه على شكل سيرفيت وكاينه اللي مطلوقه. هذه اللي مقبوطه، ها السروال ديالها شي حاجه واعره وتوب رطب. ها السروال ديالها، هذه 70 درهم. هذه البيجامه 70 درهم. كاينه هذه سروال مطلوق، هي هالفوقاني ديالها مطلوق، 70 درهم. شي حاجه خياليه، اثمنه خياليه، فيهم لي طاي وفيهم اللوان. عندي هذا الموديل، هذا واو واعر، هذا واعر واعر. التوب ديالو خاطينات. ها السروال ديالو، السروال كيجي مطلوق، توب رطب، شي حاجه كاليتي واثمنه مناسبه. عندي هنايا هالغوز ديالو، شوفوا لي الغوز ديالو بالنوار، بلو مارين هو اللي وريتكم، هالنوار عاوتاني شي الالوان ديالو. عندي عاوتاني هاد الغوز موديل هاد. بالنسبه للتوب عفاك، اش منو هادي؟ مبرا. هادي مبرا، هادي مبرا، مبرا رقيقه. ثمن عفاك شحال قلتي؟ 70 درهم. 1400. 1400 درهم. صراحه ثمن في متناول الجميع، خياليه، ما كايناش في السوق كاع. ودائما عندنا السولد، ديما الموديلات عندنا فيهم السولد. نوريكم بيجامه اللي دايره 80 درهم، 1600 ريال، فيها اللوان وفيها لي طاي وفيها لي كبون طاي، فيها حتى دوبل اكس ال. شوفوا لي هاد سنوبي، شوفوا هاد البيجامه سنوبي، شوفوا اللوينات ديالها. هنا نوريكم السروال، السروال مطلوق، بيجامة واعرة ورطبة ديال النعاس ديال الدار. هاللوينات الاخرين، ها السومو ديالها، ها السروال ديال السومو، فيها لي طاي وفيها اللوان. ها البلو مارين ديالها، واو على هاد البلو مارين شحال خطير. هاد البلو مارين واعر، شوفوا البلو مارين ديالها غير ب 80 درهم. عند دونا موضة ديما الجديد 80 درهم. بيجامة صغير وكبير، كلشي يلبس. نوريك هذا الموديل، هذا الموديل ما غتلقاه عند حتى شي واحد من غير دونا موضة. دونا موضة فين كاين عفاك؟ اللي بغى يجي عندكم، اللي بغى يتقدا في البرنوصي، حي الطريق حدا مول الزراعه. بالنسبه للمشاهدين ديال قناه ميزات السوق، ان شاء الله غديروا معاهم اثمنه ديال السول كيف العاده. ضروري، مرحبا اللي جايين من الطرف ديالك، مرحبا بهم. الله يخطيك. اذا المشاهدين ما تحشمونيش، هجوم على دونا موضة صراحه، دي سولد خياليين صراحه. انا تصدمت، شفت بوتيكات اخرين ولكن هنايا دي سولد ما عندي. ما كاينين كاع الالوان عندنا، كاع الالوان. اي موديل تلقى عندنا ديري ليه السولد. شوفوا لي هاد الصفر، هذا موبرا حتى هو ياك؟ بيجامة ديال الموبرا، شي حاجة كاليتي ومخدومة، ماشي ديك الخدمة زعما السواقية ولا. حتى اللوينات صراحة ما عندي ما نقول. شي كي دايرة البيجامة؟ اللوينات الآخرين. هادي هي البيجامة ديال 80 درهم اللي قلت لكم، ها هي الملبوسة، شوفوا اللبسة ديالتها كيفاش دايرة. هاد البيجامة فيها اللوان وفيها لي طاي، تجي واعرة. بالنسبة للوان اللي فيها عفاك؟ هاللوينات ديالها، فيها هاد الفيولي، هذا هاد الفيولي ديالها، فيها السومو،
ودائما كاينين لي طاي صراحه. حتى اللبسه كتجي ما عندي ما نقول كتجي واعره في اللبسه، كتجي زوينه. وعندي هذه ديال الصدف، كاينه هذه ديال الصدف ديال ميكي ماوس، ها هذا السومو ديال هيلا سامانتا. وعندي هنايا الصفر، ها الصفر ديالها، لو جون ديالها، ها الغوج، ها الاحمر، الناس اللي عزازين عليهم الاحمر صراحه ما عندي ما نقول كلهم فيهم لي طاي. مرحبا بكم. ها السموبي ديال الصداف، اللوينات ديالها كيما كاينين لها. هادو الموديلات ديال البيجاما ديال 80 درهم، كيجيو مطلوقين في اللبسه ديالتهم وكيجيو غزالين في اللبسه. كاينه هادي ديال الصدف، هادي ديال الصدف هي اللي لابسه المانكان كنت وريتها لكم ديال ميكي. هادي بحال الستيل ديالها وهي ديال سنوبي، فيها الوان وفيها لي طاي. هانا على الصفر عاوتاني، هاللوينات كلهم ثمن واحد ياك، هادو 80 درهم، 1600 دريال غير اللي ما بغاش يلبس. 1600 دريال. وهذوك اللي الفوق علاش كل سيرفات 100 درهم؟ هذوك اللي علاش كل سيرفات دايرين 100 درهم؟ فيهم الوان وفيهم لي طاي. دائما الجديد مع دونا موضة. دابا غادي ندوزو الموديلات ديال الصدف. عندنا هاد شانيل فيها الصفر، فيها الفيولي، فيها البلومارين، فيها الحمر، السومو، كاع اللوينات فيها، كتجي غزالة في اللبسة ديالتها، وفيها لي طاي وفيها اللوان. ودائما مع دونا موضة الصول دايرة 100 درهم. يا باش نشوفوها في اللبسة كيفاش كتجي. هي ها هي، ها أنا لابساها في النوار، شتيها ها كيفاش كتجي؟ كتجي غزالة في اللبسة ديالها صراحة، ما عندي ما نقول، كتجي زوينة. واللوينات الآخرين، هادي النوار ديالها وهاللوينات ديالها، كلهم كيجيو زوينين في اللبسة. شحال الثمن ديال هادي؟ هادي دايرة 100 درهم سولد، دائما سولد مع دونا موضة. عندنا هاد الموديل فيه لي كغون طاي، هذا كيجي طويل، بيجامة طويلة بالسروال ديالها، غنوريكم السروال ديالو. هادي كتبدا من الاكس ال حتى الكات، فيها لي كغون طاي هادي وفيها اللوينات، الناس اللي كيبغيو بيجامة طويلة. بالنسبة للتوب، النوع ديال التوب، التوب ديالها مبرة، مبرة رقيقة. لي طاي عفاك اللي قلتي ممكن تعاوني من لي طاي اللي كاينين؟ كاينين لي طاي كتبدا من الاكس ال حتى الكات، فيها لي كغون طاي هادي. هاللوينات ديالها هما اللي الفوق وكيختلفوا غير في الطرزة. هاد البيجامات اللي كيوريكم كلهم نفس هاد الموديل اللي حليت ليكم، كيختلفوا غير في الطرزة، كلهم طوال هادو وفيهم لي كغون طاي. الناس اللي ما كيلقاوش لا طاي ديالهم غيلقاوها عندنا. بالنسبة للثمن، بالنسبة للثمن ديالها شحال؟ دايرين 120 2400 ريال. الله يبارك.